برحب بحضراتكم مرة أخيرة مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة. وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن ظاهرة بتؤرق المجتمع المصري بشكل كبير جدا، وهي ظاهرة الزواج المبكر. أسباب الزواج المبكر إيه؟ النتائج السلبية اللي بتعود على الفتاة من الزواج المبكر. هنتكلم بشكل تفصيلي طبعا عن هذه الظاهرة مع ضيفتنا اللي معانا عبر ماسنجر، دكتورة أسماء محمد نبيل، مدرس علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معانا يا دكتور. هنبدأ مع حضرتك في البداية ونعرف أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر إلى الآن في مجتمعنا. حقيقي ظاهرة الزواج المبكر هي ظاهرة موجودة من سنين يعني سابقة، وهي حقيقي عايزة اعتبرها أو فكرة زواج القاصرات. لو حبينا بس نقول يعني إيه قاصر؟ القاصر زي معرفتها منظمة اليونيسف إن هي من هم دون سن 18 سنة. نعم. فالقاصر يعني زي ما احنا بنقول ايه من انها قاصرة او فكرة عدم النضوج. عدم النضوج الجسمي وعدم النضوج الفكري، وايضا عدم النضوج من الناحية النفسية. فبالتالي يعني لو احنا طبعا اتكلمنا عن زواج القاصرات فاحنا بنتكلم عن اطفال فجأة كده بنلاقي عريس وعروسة، أطفال بيلبسوا لبس العريس وعروسة، وبالتالي وبنلاقي أطفال بينجبوا أطفال. فطبعا بالتأكيد هي جريمة، يعني عايزة أقول إنها يعني بيمارس عنف كبير جدا على الفتاة. طيب لو حضرتك طبعا حضرتك بتقولي الأسباب، طبعا نعم. الأسباب كثيرة، واحنا يعني انا بحب اركز على ان هم زي ما بنقول ايه المثلث بتاعنا اللي هو الجهل والاميه والفقر. لو اتكلمنا عن الجهل هنلاقي طبعا ان في موروثات ثقافيه عندنا ما زالت موجوده، وبنلاقيها اكتر في الريف وفي مناطق الصعيد، اللي هي بتتكلم عن البنت وبتقول ان طبعا زي ما احنا بنقول امثالنا بقى ان البنت يعني مخلفه البنات يعني جايبه الهم الممات. صحيح. ففكره انه يعني بنشوف انها عبء علينا، واحنا يعني اول ما يجي عريس بنفكر على طول ان احنا نجوزها دون طبعا التفكير في الامور اللي هي المهمه جدا، زي ازاي انها لسه في سن صغيره ما تقدرش لسه تتحمل مسؤوليه زواج وتكوين الاسره. طيب أنا عايزة أتكلم مع حضرتك كمان بشكل تفصيلي يا دكتور عن نفسية الفتاة اللي بتكون أو بيكون الزواج ليها بشكل مبكر، والمخاطر اللي بتتعرض ليها من الزواج المبكر. بس يعني هبروز مع حضرتك النفسية أكتر، يعني نتكلم بشكل تفصيلي عن نفسية الفتاة دي بيكون عاملة إزاي؟ طبعا هو يعني بالفعل الموضوع النفسية طبعا أكيد هي بتتضرر من الناحية النفسية، لأن هي احنا النهاردة بنسرق طفولتها، ما يعني ما بتعيش براءة الطفولة، ما بتعيش يعني ما عندهاش أي نوع من الخبرة الحياتية. فبالتأكيد إنها بيجي لها طبعا إحساس بال يعني بنقول بقى الأمراض بقى النفسية، الاكتئاب والقلق، وبتشعر بهذه المشاعر طبعا. ايضا في حاجه مهمه ايضا هي الناحيه الصحيه، ان احنا النهارده ما يبقى في زواج مبكر هيبقى في طبعا من الناحيه الصحيه انها ممكن بيجي لها امراض زي مثلا هشاشه العظام، زي ممكن انها تتعرض للاجهاض المتكرر. ايضا ممكن نلاقي ان في حالات مثلا في اطفال مبتسرين لان هي طبعا غير ناضجه. فبالتاكيد ان اضراره زي ما احنا بنقول يعني كثيرة، وده بيتعارض مع فكرة الزواج. فكرة الزواج هي لابد أن حتى يتحقق الزواج الناجح لازم يبقى فيه توافق، لازم يبقى فيه ما يسمى مفهوم الاستطاعة. استطاعة مش بس مادية، إنما استطاعة يعني جسدية، وتؤهلها للقيام بأعباء الزواج وتحمل مسؤولياته. طيب نروح مع حضرتك لنقطة تانية وهي الأهل. حضرتك ذكرتي أنه من أسباب الزواج المبكر الجهل، بنلاقي كتير من الأهالي
هم اللي بيغصبوا على ولادهم أو بناتهم إن هم يتجوزوا بشكل بدري أو مبكر. يعني يجي العريس أو الشخص اللي عايز يتجوز اللي هو ماله ده حلو طيب يلا وافقي حتى لو هي طبعا مش مؤهلة وهي لسه صغيرة. فكرة الأهل اللي بتأثر على بناتهم، حضرتك طبعا تقول لهم إيه ونعالج ده إزاي كمان؟ طبعا الأهل، احنا طبعا ما اتكلمنا عن الأسباب، قلنا الموروث الثقافي برضو ممكن، يعني الفقر، فقر اللي هم الحالة المعيشية ان هم عندهم، هم فقراء، فما يعني زي ما نقول ما بيصدقوا يبقى في عريس ويتخلصوا من البنت اللي هم فاكرينها انها هم، عايزين يتخلصوا من أعبائها، وخاصة ما بيجي عريس ثري، والعريس ده بيبقى يعني بيبقى فكرة ان هم عايزين يحصلوا على المهر اللي هو هيبقى فيه مكسب. يعني هي بالتأكيد هي كأنها عملية بيع وشراء بالفعل، دون يعني زي ما قلت لحضرتك دون الاهتمام بهذه الطفلة، وأنها لسه بريئة، وأن هي مش فاهمة يعني إيه لسه زواج. أيضا يعني عايزة أقول برضو أن الزواج المبكر هو أو زواج القاصرات هو زي ما بنقول مسؤولة عن مشاكل مجتمعية كثيرة. النهارده ما بنقول ان في تصرف في التعليم، زواج مبكر ممكن دلوقتي هيؤدي الى تصرف في التعليم، تصرف في التعليم يؤدي الى عماله الاطفال، يؤدي الى اطفال شوارع. فاذا احنا في زي ما بنقول سلسله وحلقه، ويعني حلقه مفرغه مش عارفين نخرج منها. فبالتاكيد بمعنى ان احنا النهارده مش بس هنؤثر على الاطفال ونسرق طفولتهم، انما هنأثر على المجتمع، وده طبعا بيتعارض مع عمليات التنمية المفروض المجتمع ان هو يعني بيعرقل مسيرة التنمية للمجتمع. طيب احنا لسه مع الاهل يا دكتور، وفي اهالي زي ما قلنا بتخصب ولادها او الفتيات اللي عندهم ان هم يتجوزوا بشكل مبكر. دور الفتيات او رد فعل الفتاة ان هي بتوافق، يعني هي مش بترفض، بنلاقي كتير من البنات الصغيرة موافقة ومرحبة جدا بالموضوع وشايفة ان هي كده كبرت وانه خلاص كده هي تبقى يعني في بيتها لوحدها وتقدر تعمل اللي هي عايزاه. تفكير الطفلة في التوقيت ده، لان هي بتكون بالفعل طفلة. رأي حضرتك طبعا لهذه النقطة. طبعا زي ما قلت لحضرتك، هي طبعا هذه المشكلة بتفرز العديد من المشكلات المجتمعية. هي طفلة لا حول لها ولا قوة، وعشان كده ما بنسمع لقصص الفتيات بنلاقي انه هم نتاج لاسر ممكن تكون عندهم طمع وعندهم جهل وعندهم زي ما بنقول ايه اميه ايضا. يعني هو النهارده ما انا اهم حاجه عندي اجوز بنتي، ومش مهم ان انا يعني افكر ان ده ممكن يتعارض مع انها تكمل تعليمها، وان هي يعني مش شايفه ان التعليم ده مهم، انما هم عندي ان انا اجوزها. فبالتاكيد ان دكتور اسماء، طيب هنحاول نتواصل مع دكتور اسماء تاني عشان نتكلم عن هذه الظاهره المنتشره الى الان. طبعا رغم التطور التكنولوجي اللي بنعاني منه والانترنت اللي بقى موجود في كل حته والولاد اللي طالعين كلهم بقى عندهم التطور التكنولوجي والفكر ده، ففي بنات لحد دلوقتي بتفكر بالطريقة دي ان هي عايزة تتجوز وهي صغيرة زي ماما او المنطقة اللي هي فيها كل البنات بتعمل كده، فانا ازاي انا لحد دلوقتي لسه يعني ما اتجوزتش، فبتوافق وتبدأ المعاناة. هنتكلم كمان مع دكتور اسماء يعني لما نتواصل معاه تاني عن الانتهاك الحقوق بتاعة المرأة الخاصة بالتعليم. يعني هي مش بتكمل تعليمها، هي بتقف على كده، بتبدأ هي شايفة ان هي بتبدأ حياة تانية، لكن الحقيقة هي بتكون بتنهي حياتها، ان هي تبدأ خلاص مفيش تعليم مفيش حياة، هي بتبدأ مسؤوليات تانية، هي شايفة انه كده انا خلاص كبرت. هنعرف طبعا السلبيات من هذه الظاهرة، اعتقد ان كلها سلبيات مفيش منها جانب ايجابي. يعني هنحاول نتواصل مع دكتور اسماء ونعرف تفاصيل اكتر عن هذه الظاهرة. دكتور اسماء معانا؟ طيب ماشي، احنا معانا دكتور اسماء. دكتور اسماء
طيب بنحاول نتواصل مع دكتور أسماء عشان نتكلم عن هذه الظاهرة، ظاهرة زواج المبكر للفتيات، وكمان مع فكرة دور الحكومة ودور الدولة في هذه الظاهرة المنتشرة إلى الآن وتغليظ العقوبات. وبرضو بيكون في هذه الظاهرة بنلاقي على السوشيال ميديا أطفال لابسين بدل وفساتين بيضاء العروسة وهي طفلة خالص، عشان لمجرد ان هي يعني هذه الظاهره تكون موجوده. معانا دكتور اسماء؟ ايوه دكتور، اهلا بحضرتك مره تانية. طيب احنا برضو فقدنا الاتصال. طيب خلونا نروح لفاصل ونرجع نكمل ونتواصل مع دكتور اسماء عشان نكمل كلامنا عن ظاهره الجواز المبكر. خليكم معانا مشاهدين. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية علشان نتكلم عن ظاهرة الزواج المبكر. معانا عبر الهاتف دكتورة أسماء محمد نبيل، مدرس علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس. برحب بيك يا دكتور مرة تانية. أهلا وسهلا حضرتك. طيب نرجع تاني مع حضرتك ونتكلم عن الزواج المبكر، وطبعا حضرتك كنت بتتكلمي عن انتهاك لحقوق المرأة، طبعا الحقوق التعليمية والمهارات الحياتية اللي ممكن تعملها. نقدر نعالج ده ازاي؟ طبعا هي اللي احنا نعالج مشكلة زي ما قلت لحضرتك انها ليها جذور يعني منذ يعني مئات السنين، وان احنا نتكلم عنها ان هي موروث ثقافي وان هي ليها اسس اجتماعية واقتصادية مهمة جدا. فده طبعا مشكلة يعني زي ما بنقول يعني مش بتقع على عاتق حد بعينه، انما هي لابد من الحل اللي احنا بنقول عليه المجتمعي. الحل المجتمعي ان احنا لازم يبقى فيه تشارك جهود مختلفة، جهود من ناحية الحكومة طبعا، وهي قامت بمجهود مهم جدا في هذا الملف. موضوع ايضا المجتمع المدني ومشاركة رجال الدين الأزهر والكنيسة، لان احنا دايما بطبيعتنا شعب متدين وبنحب دايما في امورنا وفي قضايانا الحياتيه ان احنا بناخد راي الدين، وده بيبقى ليه طبعا تاثير كبير في تعديل سلوكيات الناس. فبالتاكيد هو الحل لازم يبقى تضافر الجهود المجتمعيه. لو اتكلمنا طيب ايضا عن الحلول اللي قدمتها الحكومه بالفعل، طبعا مشكوره يعني جهود مشكوره من وزاره التضامن الاجتماعي، ان هي ضمن برنامج الوعي وفق توجيهات طبعا الرئيس السيسي، في ان هم كانوا بيستهدفوا رفع الوعي وخاصه بالنسبه لهذه القضيه. احنا فقدنا الاتصال تاني. طيب احنا بنشكرك يا دكتور. طيب نحاول نتواصل تاني. طيب دكتور اسماء، احنا يعني المشكلة الاتصال، بنحاول نعود الاتصال بدكتور اسماء علشان نتكلم معاها عن هذه الظاهرة، ظاهرة الزواج المبكر. دكتور أسماء، دكتور أسماء أيوه. حضرتك سمعنا؟ أيوه اتفضل. طيب دكتور أنا حابة أروح مع حضرتك لنقطة تانية، فكرة السوشيال ميديا والإنترنت وعصر التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه، ورغم ذلك بنلاقي فيه زواج مبكر وزواج قاصرات. ازاي يقدر الاعلام يكون ليه دور في التوعيه؟ ازاي يكون ليه او التكنولوجيا دي والانترنت ليها دور في التوعيه من هذه الظاهره؟
طبعا لازم التوعية زي ما حضرتك قلتي، لأن مهما حطينا قانون، طبعا القانون هو محطوط، ولكن احنا المفروض ان احنا زي ما بنقول ايه، يبقى في عقوبات اللي بيشترك في هذه الحالات والابلاغ عنها. يعني احنا ممكن في ناس بتخاف تبلغ او يقولوا يعني الامور بتمشي زي ما بنقول. فمهما عمل القانون لازم من عشان ينجح تنفيذ القانون لازم التوعيه. فالتوعيه بيقوم بيها طبعا مهم جدا طبعا الاعلام، لان الاعلام دلوقتي خلاص بقى جزء في حياتنا. السوشيال ميديا، الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، وطبعا السوشيال ميديا تحديدا، لان احنا دلوقتي لازم نبرز قصص الفتيات اللي تعرضوا للزواج القاصرات، ولازم نبين قد ايه ان هم كانت حياتهم عامله ازاي، وبالذات طبعا لو اتكلمنا عن الدراما لان هي مهمه جدا ايضا، دورها مهم ازاي ان هم اتعرضوا لعنف، وهذا العنف كان يعني كان ليه، هل الاسره كان ايه وضع الظروف الحياتيه بتاعتها شكلها ازاي. فبالتاكيد انه لازم نسلط الضوء على هذا الامر من خلال الاعلام ومن خلال الدراما، ونتكلم عن ازاي نرفع يعني او ايه الاليات اللي احنا نقدر بيها نرفع وعي هذه الاسر، ونقول ايه النتيجه يعني زي ما بنقول تبقى كارثه، ويجوا هم يعني حتى ما يتكلموا في البرامج، حتى مش بس الدراما، بيجوا يتكلموا عن القصص اللي تعرضوا ليها، ويكونوا طبعا في حاله من البكاء ان هم امي يعني هي كانت السبب، وممكن حتى الطفله تفكر في الانتحار من كم المشكلات التي تتعرض ليها. هي طفله بريئه وفجاه تلاقي مشكله زي اثبات الزواج، مشكله بعد كده زي اثبات نسب الطفل، الاطفال اللي هي انجبتهم. فطبعا طيب دكتور، في النقطه دي بالذات، يعني الطفله في التوقيت ده لما بيجي لها العريس وهي بتكون موافقه جدا ومرحبه جدا، يعني على حد تفكيرها في التوقيت ده ان هي هتبدأ حياة تانية، أنا كبرت، أنا شايفة الدنيا بمنظور تاني، أنا بقى متحملها مسؤولية بيت، هي فرحانة بده أو شايفة أنه ده حاجة كويسة، التفكير ده بينبع نتيجة إيه؟ ما هي فرحانة أن يعني ماما، أنا بقول لحضرتك من تبقى أسر بيبقى فيها تفكك، هي مثلا في عنف بالمرض ضدها، عايزة تتخلص من الأسرة، الانفصال أو الفقر، فبتفتكر ان خلاص ده بقى زي طوق النجاة، صحيح ان هي خلاص هتتجوز، يبقى هتتنقل بقى حد هيهتم بيها، هيبقى في حياه تانية افضل. هي بتتصور كده، وهي طبعا طفله عندها قاصر في ان هي تفكر في ان الحياه دي، لا هي اول ما تلاقي نفسها قدام المسؤوليه، وان ده زواج، وان ده في شريك حياه، وان ده يعني زي ما بنقول ايه، نامت وصحت لقت إن طبعا انها في مشكله كبيره، ومش عارفه تتصرف، وبتقع في مشاكل كثيره اللي هي زي اثبات نسب الاطفال، وخاصه بقى، وعايزه اقول حاجه مهمه برضو، ان المشكله بتبقى يعني نوع في مشكله خطيره، نسمع حاجه اسمها اختلاط الانساب. النهارده بتلاقي ان هي لو طلقت او ان هي جوزها توفى، بتبص بتحاول انها تنسب الاطفال، فبيبقى في مثلا رفض من اهل الزوج، وبعد كده تروح تعمل تقول خلاص ده انا هكتب ابني باسم يعني هنسبه لابويا، وبالتالي يبقى ابنها هو اخوها. فده طبعا مشكله كبيره جدا، وهي الكارثه اللي هو اختلاط الانساب. طيب فبالفعل زي ما قلت لحضرتك، هي يعني مشكله ينبع عنها العديد والعديد من المشكلات. هي دكتور ممكن في ناس بتقول انه هذه الظاهره لها جانب ايجابي، بنسمع كده انه اتجوزت بدري، دي هتفتح البيت بدري، دي الولاد اللي هتجيبهم هيبقوا صحابها، تبقى لسه صغيره في السن، هتخلص المسؤوليات بتاعت ولادها بدري، يعني بنسمع دايما التفكير ده. هل من هذه الظاهره اي جانب ايجابي؟ لا، هي طبعا ما فيش اي جانب ايجابي، لانه زي ما قلت لحضرتك، انا النهارده مش بتعيش طفولتها، واحنا بنسمع للاسف من 10 سنين ومن 12 سنه وبيبداوا على طول، يعني اول يعني على طول يجوزوها، فطبعا دي بتبقى الماساه الحقيقيه، ما لهاش اي جانب ايجابي، لان احنا ما بنقول مثلا زمان كان متجوزه بدري، ماشي كان متجوزه بدري، ولكن زمان مش زي دلوقتي، مش زي العصر دلوقتي.
يعني المسؤوليه ما كانتش اختلفت طبعا بالتاكيد، بنقول زمان كان ايه والوقت في اختلاف في طبعا في امور كثيره، ولكن هي تظل يعني منبع لمشكلات مجتمعيه. ان احنا بنقول زواج مبكر يعني تنجب اطفال في سن مبكر، وده معناه ان هي يبقى في ارتفاع ايضا في معدلات الزياده السكانيه. بقول زواج مبكر بقول ممكن ايضا يحدث ارتفاع في معدلات الطلاق، لان هي ما عندهاش نضج، وبالتالي يحدث الطلاق لاتفه الاسباب. بالظبط. ان تقعد شهر او اقل وتروح ايه تقول انا مش قادره خلاص ان انا بطلب الطلاق. فبالتاكيد ان المشكلات الناجمه عن هذه الظاهره هي مشكلات كثيره، يعني بتخلينا ان احنا نقف في يعني ضد او نحاول ان احنا نواجه هذه الظاهره. وواجهه الظاهره زي ما قلت لحضرتك هي مش بالقانون فقط، انما طبعا القانون له دور كبير. صحيح. ولازم ومجلس القومي للامومه والطفوله حقيقي عمل مجهود ايضا في هذا المجال، وعمل خط ساخن ان هو 16,000 لنجده الطفل والابلاغ عن الحالات اللي بيتم فيها او الاسر اللي هم بيقوموا بهذه بهذا الامر. وايضا كان في حاجه مهمه قوي، الدور الرقابي اللي قامت بيه وزاره التضامن الاجتماعي، ان هي ما بتشوف ان يعني عدم استجابه الاهالي في موضوع الزواج المبكر بتوقف الدعم عن هذه الاسر، وبالتالي بتضمن الى حد ما ان هم ما يعرفوش يجوزوها، ما يكونش في عامل مادي. بالظبط، ان هم يعني ما بيبقى الموضوع يعني اتكشف، وبالتالي بيقعوا في مخالفه وما بياخدوش اي دعم. طبعا ان هم الاسر في برنامج كفاءه. نعم. تكامل وكرامه. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، وبنتمنى فعلا الوعي من كل المشاهدين اللي بيسمعونا انه هذه الظاهره اكيد ليها كل السلبيات، مفيش أي جانب إيجابي من ناحيتها. بشكر حضرتك جدا يا دكتور. بشكرك دكتورة أسماء محمد نبيل، مدرس علم الاجتماع بكلية تربية جامعة عين شمس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا فقرتنا انتهت وكمان حلقتنا انتهت، نشوفكم الأسبوع الجاي وحلقات جديدة من برنامجكم صباح النور.